نروح ل نادي الاهلي شريف الجزيره شعبان. بقى، نروح نروح للجزيره نتعرف للزميله على شريف اخبار فرقتنا. بالظبط، نروح زميلنا شريف شعبان من التاتش ونتعرف على اخر اخبار التدريب النهارده. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل مشاهدي وجماهير ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاول مليون مبروك طبعا ليكم ولكل جماهير النادي الاهلي فرع النادي الاهلي في الاقصر. الله يبارك فيك، وخلينا نروح معاك كده لتفاصيل تمرينه النهارده. تمرينه مهمه بالتاكيد، استعداد لماتش مهم وماتش صعب في مواجهه الاسماعيلي، ومن ناحيه التوقيت كمان قبل المواجهه هتكون المواجهه الاخيره قبل ما نسافر لفيتا كلوب في مباراه يمكن تكون اكثر صعوبه. اتكلمنا عن تمرين النهارده، مين شارك فيه، مستر موسيماني اشتغل على ايه، كل التفاصيل. يمكن زميلي احمد الاول مستر بيتسو موسيماني على مدار الاسبوع الماضي الى الان كان تمرين النادي الاهلي الساعه الواحده ظهرا. الراجل فصل اللاعبين عن مباراه الاسماعيلي وفي نفس الوقت اشتغل على مباراه فيتا كلوب ان يمرن الفريق الساعه 1 ظهرا في عز حر الجو اللي موجود في مصر الثلاث اربع ايام. يمكن كان الجو حر جدا في هذا التوقيت، بيحاول يعود لاعبي النادي الاهلي على طبعا الاجواء اللي هنعيشها بعد ايام قليله جدا في الكونغو. النهارده التمرين كان في الواحده ظهرا، كان من قبله محاضره فنيه اتكلم فيها مع اللاعبين عن مواجهه الاسماعيلي، مباراه قويه جدا. يمكن الاسماعيلي قال لهم موقفه خداع في جدول او ترتيبه خداع في ترتيبه في جدول الدوري، فريق قوي جدا بيضم لاعبين على اعلى مستوى، جهاز فني على اعلى مستوى. دايما المواجهات بتكون مواجهه قويه جدا ما بين فريقي الاهلي طبعا والاسماعيلي. ويمكن اتفرجوا على فيديو اتعرفوا فيه على نقاط القوه ونقاط الضعف لفريق الاسماعيلي وشرح الخطه اللي هيلعب بيها بكره باذن الله. يمكن المران بدا يمكن واحده وتلت بالتحديد، يعني كان في جانب بدني في بدايه المران وبدا يشتغل تكتيك في المباراه، الوقفه ازاي ممكن يخرج اللعيبه التكتيك ازاي، يخرج من اني جنب، يحضروا ازاي، كلها امور تكتيكية خاصة بمباراة الغد. بدأ يشتغل على سيناريو اثنين وثلاثة لمباراة الغد، ويمكن جهز أكثر من بديل في الجبهة الشمال. الأهلي عنده إيقافات أو عنده غيابات كثيرة جدا في الناحية الشمال، ثلاث لاعبين أساسيين بيغيبوا إذا كان أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد. من متابعتك يا شريف كبير لكل لاعبي النادي الأهلي في هذه الجبهة، ولكن عنده ثقة كبيرة جدا في كل لاعبي النادي الأهلي. لعب النهارده فيها شويه كوكا، لعب النهارده فيها شويه بيكهام، اتكلم مع بيكهام النهارده كتير مستر بيتسو موسيماني، ويبدو ان بيكهام حجز في الناحيه الشمال بكره. ربنا يكرمه باذن الله ويقدم مباراه قويه، وربنا يوفق ال 11 لاعب اللي اختارهم طبعا مستر بيتسو موسيماني في مباراة الغد. على الجانب الآخر تدريبة الحراس، يمكن مستر ميشيل كان حريص أن الكورة تكون فيها مية وهي بتمشي على الأرض عشان خاطر تكون في صعوبة جدا في صد الكور مع الحراس الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، الأربع حراس اللي اتمرنوا، وكانت تمرينة قوية جدا 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 تألق فيها الأربع حراس. ويمكن اختار في القائمة طبعا الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. ربنا يوفق بكرة فريق النادي الأهلي ويقدموا مباراة قوية جدا تليق باسم طبعا النادي الأهلي، ويكون الفوز من نصيبنا بكره باذن الله. طيب خليني اسالك على ناصر ماهر، لانه انا عندي هنا معلومات بتقول انه ناصر دخل قائمه مباراه بكره ومدى جاهزيته للمشاركه، تابعته في التمرين النهارده، شايف انه ناصر جاهز للفتره اللي جايه، مش بس بتكلم على ماتش الاسماعيلي، بتكلم على الماتشات كمان اللي جايه في دوري الابطال او في كاس سوبر مصر وكاس سوبر افريقيا. شريف معانا؟ طيب واضح انه شريف الخط قطع. طيب انا زي بقول لحضراتكم كده، ويمكن بمناسبه كلام زميلنا شريف شعبان عن قائمه مصابي الاهلي، خليني اكد لحضراتكم طبعا ناصر ماهر جاهز وموجود في قائمه بكره، ومشاركته في المباراه طبعا حسب رؤيه مستر موسيماني، يعني ممكن يدفع بيه في جزء من المباراه، يديله مثلا في اخر ربع او اخر ثلث ساعه، يخش الماتشات كده سنه بسنه، لكن هو من ناحيه الجاهزيه هو جاهز جدا.